سنتابع ضربة جزاء. أيمن الحسوني وجه مع الحارس مجيد مختار، قام بلقاء كبير الحارس مجيد مختار. إذن ضربة جزاء في الأنفاس الأخيرة من الوقت البدل الضائع. أيمن الحسوني يسجل، أيمن الحسوني في حدود الدقيقة 94 لصالح فريق الوداد البيضاوي. إذن جانب الأنصار فريق الوداد، هدف جاء في الأنفاس الأخيرة. إذن نتابع فدى المحاولة الأخيرة، أيمن الحسوني يسجل. إذن كوفي، إذن أكيد الآن تفصلنا ثواني أو دقيقة، أقل من دقيقة ونصف عن الوقت المحدد في 6 دقائق يسير.